السلام عليكم. في هذه الحصة سنتعرف على طريقة إنشاء الدائرة المحيطة بالمثلث مع تعليل طريقة الإنشاء، لكن قبل ذلك لابد أن نعرج على بعض المفاهيم الأساسية كمكتسبات قبلية، ونبدأ أولا بتعريف الدائرة المحيطة بالمثلث. بالنسبة للدائرة المحيطة بالمثلث، هي بكل بساطة هي الدائرة التي تمر من جميع رؤوس المثلث، بمعنى مثلا الدائرة المحيطة بالمثلث ABC تمر من A ومن B ومن النقطة C. بتعبير آخر، إذا كانت C دائرة مركزها O هي الدائرة المحيطة بالمثلث ABC، فإن المسافة OA تساوي المسافة OC تساوي المسافة OB. هنا نضع علامة تقييس. نمر الآن إلى تعريف وسيط قطعة وبعض الخصائص المتعلقة بوسيط قطعة. أول خاصية تخص وسيط القطعة، نقول أن كل نقطة تنتمي إلى وسيط قطعة تكون متساوية المسافة عن طرفيها. مثلا هنا M تنتمي إلى وسيط القطعة AB، تكون المسافة AB أو AM تساوي المسافة MB. عكسيا كل نقطة متساوية المسافة عن طرفي نقطة تنتمي إلى وسيط هذه القطعة. مثلا النقطة N متساوية المسافة عن A و B، إذن N سوف تكون على وسيط القطعة AB أو تنتمي إلى وسيط القطعة AB. الآن ننتقل إلى طريقة إنشاء الدائرة المحيطة بالمثلث ABC، ونفترض أن النقطة O هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC. إذا كان O هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC، هذا معناه أن المسافة OA تساوي المسافة OB تساوي المسافة OC. نقسم هذه العلاقة إلى ثلاث علاقات. نبدأ بالعلاقة الأولى، OA تساوي OB، يعني أن O تنتمي إلى وسيط القطعة AB، لأن O متساوية المسافة عن طرفي القطعة AB. كذلك OA تساوي OC، هذا معناه أن O متساوية المسافة عن A و C، وبالتالي فهي تنتمي إلى وسيط القطعة AC. كذلك النقطة O تبعد بنفس المسافة عن O و C، وبالتالي فهي تنتمي إلى وسيط القطعة BC. من خلال العلاقتين 1 من خلال العلاقة 1 و 2 و 3 نستنتج أن النقطة O هي نقطة تلاقي وسيطات المثلث ABC. الآن نمر إلى طريقة الإنشاء باستعمال الأدوات الهندسية. سنستعمل المسطرة لتحديد منتصف القطعة AB، إذن تقريبا 9 سنتيمترات، نأخذ 4.5. ثم ننشئ منتصف القطعة AB أو AC، منتصف القطعة AC.
كان منتصف القطعة تقريبا 5.8. ثم نستعمل الكوس لإنشاء العمودي على أبي والمار من النقطة أو من منتصف القطعة أبي. إذن هذا هو وسط القطعة AB. ثم ننشئ بعد ذلك منتصف أو وسط القطعة AC المار من منتصف الضلع AC والعمودي على حامل الضلع AC. هذين المستقيمين يتقاطعان في نقطة O ستكون هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC. ثم نستعمل الآن البركار لإنشاء الدائرة التي مركزها O وتمر من أحد رؤوس المثلث. أنشئ مثلث ABC أقوم بإنشاء وسط القطعة AB ثم وسط القطعة AC ثم وسط القطعة BC ثم وسط القطعة BC. إذن هذه النقطة هي نقطة تلاقي وسطات المثلث ABC وأقوم بإنشاء الدائرة التي تمر أو التي مركزها هذه النقطة وتمر من أحد رؤوس المثلث.